أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احتمال ددم هل أمشي ألا بتواني توجيهك إن شنك مطالبي زوري للسلام. وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. باسي أو ما كلك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي. لذا أول قتمان لجي فاعل مفعول به دادا نشت أمجا استي بترتيب أوكانك بحزك وألم مقبولة ووردة قيرت لزرف لمصدر لحرف جر بنيابة أمانة حرين حري يعني لائقا حال النبي يعني قابل لمانا من ظرف أو من مثل أو بنيابة حري أمانة أرزي زنابتك كقبول نيابتك جاء أو نيابتك أمان لفاعل وريدة قد لجي فاعل دادنيشن أما سزاوارو لائق بويا هل بتا للاي جمهوري علماء او هيك كلا صورتي كدابي كمفعول به لكلام دا موجود نبي اقا مفعول به لكلام دا موجود نبو اما قصي بسريك انا ظرف بو جار مجرور بو مصدر بو واتمصدر مفعول مطلق خلاصي كلام تو اما انا استفادان ليك تو دانجي بشي بنائب فاعل خلاص شركة حالي بي زرت شركة بروي نسر أصلي بحثك بلان بيش أوي كبتي نسر شرحكي شيخ ياسين حمصي كما شوير با ياسين عليمي كواقعا محققي وكزور بلام وخوش شويستا إرادك لابن شام لقل لسر أمشعره لابن مالك إرادك لسر أمشعره أفرمي أمشعر كدل تكمل كننده بو نائب فاعل كزرف بجار ومجلو ومستر بدل جيقاكي إيرانيا دلي دبوايا دواء ويكدي قد وقد ينوب عن فاعل أبا أرسي شركة ينوب مفعول به عن فاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي دواء وشربي قتايا وقابل من ظرف نوم مصري أو حرف جر بنيابة حري جادواء مكا أمتا ودبو أم جابهاتا بحث عاملي عاملي نائب فاعل كداك عاملي كجنيازي بدسكارية على أو تفصيلاتك هات وهاي هو تيشي وردا ولا يدا على بنوعك كوا أم شعراء جزءك لو شعر أول يعني وكو جملة مؤترزي لهات أو شعرانك فقيك خوي نركا لأصل مطلبك دور دخاتوا إما دمان هي لما بدأ بفقيه يا بخوي نري أنت بقولين كاكا كفاعل حذف بو مفعول به ظرف جار ومجرور مصدر أما ندبنا نائب فاعل أتود شيء مفعول به دلي أم جاتي كي ورد دي أم هم تيك ورد أنا قل بانا قم عظيم مجرد بو أو عامل كده سكاي دكتور أكيد هم زعلي بو أو أجر بلين مزيد بو أو لكي تي بو أو كرة شو زانم أجر سلاسي بو دوبارا مزيد بو حمزة بو أو لكي أو دوبارا أجر أجوف بو هاي هو بوجورة أم هم بحث خاصة جينا بودبويا او بحثاني كدي بيجيرا دو ام شرب ويا و ام شرش متصل ويا بشعر اولي بابك او الى دش جي خويتي شنك واقعا وقت يدقيت الى هاي هو ولا باورك ودا زين مطلبش كبحثك كالحالك ام شعر تتم وتكملي بيتي اولا كاكما كواد وقد ينوب مفعول به عن فاعلي اوا الدواء ومفعول به ظرف مصدر جار مجرور لم حالو بتايرا او ارادة بفرمايشتي ابن مالك رحمه الله وارد الواقع ده ظرف شك دواء وقابل للنيابة من ظرف بان كان متصرفا مختصا او غير مختص لكن قيد الفعل بمعمول اخر قابل هل قرب ونيابة التي لظرف
باش ظرفك عرضي برادري خومكم أفرمي بجوري بكوات بيت متصرف بيت جا أمجا ظرف كليل داد بيت ناي فاعل تفاولناك مثلا ظرفي زمانا يا ظرفي مكانا بچي دزانين باو بمطلقي فرموي من ظرفين بنكيري هنا هم مكان لقلي تاني رحمتي خوالي بكو جلسة أمامك أيوانيا كوظرفي بفرزنتيا وظرفي مكانة حال يرزم دبي جاء بلان أمانة كدبن بناء فاعل تزرف تجار مجرور تمستر بيشرت نين بابا شرطة ودى بناء فاعل بلان مفعول به بياوي صلاح شرط شروطي ناوي رجل ستزي فاعل بلان أقا مفعول به نبول كلامك لا فرزا بمان هنا فاعله ودرسكين أجا جار مجرور به شرائطه أجا ظرف كنا نافعل شرائطه أجا مصرف كنا نافعل شرائطه براسي ما بحثي شجراني نحوي ركنا جاء أجا ظرف به عليه بأن كان سبب جن متصرفا زرتك أو ظرف ده بيت سبت متصرف بيت دواء أو مختصش به يعني هم ظرفك اختصاصي بيت وهم سبت متصرف بيت أي أجر اختصاصي نبو ظرفك مختص نبو شي با غير مختص بو بلان مقيد كلاب فعلك بمعمولي شكوا نقبى ظرفك أو مثالك دبو دين مو دقة فرمو توضيحاتي أمتك أويا ابن هشام خوا درجات عالك وأظانم لحواشك هيتي لسر تسهيل مطالبك خوش فرمو أفرمي ظرف دو شرطي هيا كبيبة نايف عليك ظرف ده بيه متصرف بيه اوه كاكي بلا دي خوينين لآخر دا او ظرفانا كمتصرفين يا غير متصرفين لباب ينفلو بيها لنزي كوتي نوعنا لبدا ابن مادة فرمي وما يرى ظرفا او غير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف ظرفي متصرف لقال ظرفي غير متصرف ظرفي متصرف فرمي اوه يا هار ظرفك بظرف هات منصوب بو غير ظرفي شاد بو بمبتدا بو بخبر وبناي فاعل أما فعلا ظرفي متصرف أما أويل لظرفية جدان بوا بردوام ظرف بو أو بدردي ناي فاعل ناخو جا دلالة وهلي أول دا أقا ظرفك متصرف يعني ظرفيك بي لظرفية بشورية توا مثلا إنا نخاف من ربنا يوما يوم يدا ظرف نيتاز طلع ايما دا ترسين لخاونا كمان نال لروج يكدا لو روجا دا ترسين او تازم مفعول به لظرفيتيا هات الدروا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا مبتدا يوم خبرك ايتي ولا ظرفيت كوت تيجي شي بوكا اما شرط يوضا بس به متصرف به جا ام جا از كظرفي زمانا بو مازيا إذا كظرف زمانه بعام بو استقباله أما دو أمانة اسمه ظرفا أم جاء عند بين أمانة دوباره كظرفا باتفاق أمانة كاكي من هيتش كاتيك بدر دي ناي فاعلين أخون بو شونك بر دوام ظرف بر دوام ظرف حميشة ظرف لظرفيتي خويا ناكون بس أمانة اشتكاش من هي أو إن شاء الله لبقسي مفعول فيها كادي إخوانين أما أنا كلا ظرفيا ناكون أما أنا بدر دي إما ناخون أما جاي إمانين بقولك أبقتي لم حال بيبوكا زرتك شرط دوم دفرمي دبي أو ظرفك دبي تا نائب فاعل أبيت شبيت عرضي زناب دكم فائدة ببيت جا ليلة دا الشارح بمختص نائبت يعني مختص يعني داري فائدة بيت ابن هشام بإصلاح كده لك داري فائدة بيت زا داري فائدة كا أفرمي يا باختصاص اختصاص مختص بظرفك شلون ظرف كاختصاصي بو حاصل بو بمجران حاصل دبي يك توين يدشتكي بال او ظرف اجر الي لسربو ظرفي مختص بي يلا اختصاصي بو حاصل دبي مثلا توليتي صيم اليوم صيم اليوم بساط امره رجو جيراوه امره اسي اليوم لظرف زمانه باوكي من
بوتناي فاعل ظرفي مختصر بو علي لسره تيجيش تبراكم اما يك دو يا او اختصاصه بس حاصل له باضافه اهي مدلين لا اضافه معنوي دا اضافه نكره بلون كده كسب تخصيص ذكاء ومضافك دقيقا اشتيك بوا مثلا دلين صيما يوم الخميس روجي بينشما روجو جيراوا علي ردا كاكي من يوم كسب تخصيصي كلوا شو كي اضافه كلوا برسي الخميس وايا رحمتي قلبي يا تخصيصك بصفات وليدك ليت شو كجاري وايا نكريك تودي بيني صفتك بوزك لك كسب تخصيصك وايا جاءني رجل كريم وكسب تخصيصي كل هذا الرجل امش بصفات تو ضليتي فرزا صيم زمن طويل صيم وهمي بصاد صيم زمن طويل زمن ظرف زمانا بلان لردا بو بتنا فاعل بو چونك اختصاصي بوصف ورقته بو طويلون دبيتا شي صفات بو رحمتي خلي بيت اما چند اما سي صورت يا اصلا بعلميات صيم الجمعة يسي جمعة ظرف بلان لواقع جدا علمه ويا اي رحمتي خلي بيت جاد الله أو فائدة ك لزرفة دبي ببيت يا باختصاص هو كوب اختصاص جبم تشوار يبي شيء لم تشوار صورته حاصل دبي يا أو كشارح دله أو غير مختص لكن قيد الفيل بمعنى الآخر بلان فعلك قيد كرابي بس رابي تو مقيد كرابي بتي بمعمولش كون نجم نجم زرفة كوا مثال بوأوا أم متأسفانة نين سيوت شون كأمانة واقعا إرادة أم كاران سيوتي بيني وبين الله دبيها واقعا مثالاني ذكر كنا بنسى سيرة أمان سينا باب الجن سيرة بزيدين فرسخاني سيرة بزيدين فرسخاني نسيت جادي قدك باب الجن أها اختصالي رضا فائدك شون حاصل جادي قدك فرسخ أي زر في زمان دكري وزر في مكان دكري هذا نظر في مكانه أما مبهم إيش ذكره محدود إيش ذكرت أجر محدود به إني مش مثلاً 16 كيلومتر فرصة أجر مبهم إيش به يتنازني أم 16 كيلومتر أوان بو أبيه يا أوان بو يا أوان بو أبيه جهتك هي نازني بس ذكره هم ظرف في مكاني محدود بهم مبهم بيتأفرين لذا دل السيرة بزيدين فرسخاني آه رويشتن بزيد كلاود وفرسخ فرسخ لرداد تخصيصي بو حاصل نبوة نبا ال نبا علميه نبا اضافه نبا صفه بلا منتهى سيرك عاملك يا مقيد كراوا بمعمولش كو كزيده چونك روشنك بو اغاي زيد هات تبيشوا هو بفرسخ نه هات تبيشوا لبعلي علي الرويشتن با اغاي زيد كراوا بمديت بماوي چندا بمودي چندا بمودي دو فرسخ پس سيرك عاملك يا مقيدة بشيوة بزيدة ونقبة فرسخوا پس بمجورة أمش عليكم السلام ورحمة الله بخير ستشاوم أما دكري أم فرسخاني ليردا چونك عاملك كسيرة ومتشولة عرضي بلادري خونك مقيدة بزيدة دكري فرسخاني مرفوع بي چونك رفعي بألفة ونأي فعل بوتي بوسيرة أمش شلوتي الزرف كآوة بفختي وبكاملي من تحويل الددم توش تحويلي هر کسی که دایا آب وقتی تحویلی بدلو پس ظرف بم شروع تو که باسمان کرد بو نای فعالی دخوا او یک دو او من مصدر یا اوی که حلگیری فرزن ارزی برادری خوم کم چی پیدالن نای فعالی چی بید مصدر بید بیان که انا متصرفا لغیر توکیدی امیش دو شرطی هست. حالا زم دبی شرطی که هنری دام متصرف به ظرف مسترکه متصرف به بوده چین نبیت. ظرف عفو مسترکه. مثلا این مفهومی مطلقی منظوره. البته امش اختصاصی هست. اما اشاره به نکته. مستر من هست. مسترکه یاد به مختص به یاد به چی بیت متصرف به. مستر اگه متصرف به و کوچی
هر وکو اوی ظرفکه بسمان کرد مستری متصریف به مستری دلن کل مستری دیت داره و دشواری توجه باره دم حالی بیباو که ای مستری غیر متصریف کامیه او مفعول مطلقا کبر دوامتن منصوب وقت الله معاذ الله سبحان الله اما ما دام العمر امانه لمستری ناکه من باوکی من پس اوی کل مستری ناکه به دردی ایمه ناخوا بکاری ایمه نایا او بدردی ایمه دخوا کل مستریت دا شوریتا و او قالبی مستریتی لیده کده توانه پس امیش دو شرطی هیا اولا دا بیه متصریف بیه وکو عرضم کردی دو ابه فائده که حاصل ببه بیه چه دو چند صورتانی که بحثمان کرد لا مسئله زرف ده مثلا فرزن بفرز مثال تو دلی سیره سیر شدیدو عليك الصلاة والسلام أما بسينة بصادنية سيرة سير شديد إسه سير مسترة وابوك نائب فاعل مرفوعة دي اختصاصي بحاصل وابوك صفتك هل دوائي كاتو شديدنا متوجيبي سيرة سير شديد يا أصلا إزافيكي سيرة سير الإبلي أو السير اللي هذا إزافك لا بلو تي بلو إبل أما جایسه تأکید کرد پیدا لام است نه توجیهی او پیدا لام توجیه چیه؟ اسیر نگشتون معایه او دوباره لام اگه به اضافه بیاد دست خوش بیخ دست خوش بیخ به اضافه بیاد دلای سیر سیر الابیلی لیم حال بی باوکا یادک لی علی لسر بی سیر السیر سیر السیر ایش هدو مکشان هر سینه علی پیویه اماش مصدر كواتب مختص بيت بلان لغير التوكيد دبي ايما لمفعول مطلق ده اقل بيدبي مفعول مطلق ده كين السيبش بشك تأكيد عاملك يا بشك بياني عدد ابو عاملك عدد عاملك باندك بشك نوع عاملك باندك رحمة الله بي او بش لمفعول مطلق كبو تأكيدا بدر ناي فاعلين اخو او تشاو بوشي لبك دوكي كدب او منظري اعوتك حالو براكم اما دو بس امش بشرايته ويا او حرف جر مع مجروره جاري يقدون يقتل اصح حرف جر هي ام ابن مهنكتي او حرف جر بنيابه حري تي حرف جر شارح تكميلك هذا مع مجروره چونك حرف بهرحل محل الإعرابي نتاوكي ما بيكين نايف فعليتي ويا زرتك بلان بس حرف جر لقل تباب جان لقل معمول لقل مجهول جاء وإستي دو قصيلة سلا يكين شرعتي حرف جر حرف جر لقل مجرورة كي دبيتا نائف فاعل كأميش عرزي زناب الدكم دو شرتي هبه متصرف بي حرف جرك يا دواي مجرورك مختص بيت وكو كانك شون حرف جر اگر متصرف به کم حرف جرانم آها دقت که تماشا قطر نداب کرده و دواتر لأولی مجرورات دواء او که مستثنى دیتا پیش رو بحثی مستثنى من بوکا دواء مستثنى کتاو دبی بحثی مجرور بحرف دیتا پیش رو هندگ لو حروف جران ناو دبات که خاص امانا بمجرور کدین اسم ظاهر اوه أوان اللقل مجرورة كبدل نافعلي ناخون جاء بابوش الناو ديركم أما توقت النداد دواتر لبردس لدب من لبردس لا بودخ من موانع أو مختص بالظاهري وهو الربا ومص ومنزو والكاف وحتى وهو القسم وتاؤه أأمانا بإجازي خود سوف شين لبكم عزيز نعم بدكم أمانة بدري نافعلي ناخون بإضافي لامي حرف جرجو بدري لقل مجرورك بدري نافعلي ناخون بو شونك علة لا يدامت لها علة وقوع فعل ويا أجر من ب أمانج بو تعليل بون أمانج لقل مجرورك بحر حال بدري نافعلي ناخون يا أو حرف جراني كبو أداة استثنانوكو خلاو عدا وحاش أوانج لقل مجرورك بوشي
نايف علي نابن بس حرف جرق دمينته وانا باوكي من كداخلي هم اسمي زمير ببيت هم داخلي سر اسمي ظاهريش ببيت وكومين وكوفي فرزا عرزي زناب الدكام وكو عن وكو على كرة وكو بيه اي امانة تقوم شخصنا وانا اوانا حرف جري متصرف يعني بدلا بلا حرف جري غير متصرف او حرف جرانا كيك صورتيان هي مثلا مزو مزو دسنا سر اسم زاهر هم اسم زاهر كيش ناتشن فقد او دسن كزرف بيه جالب هو الربا هم سر اسم زاهر كيش ناتشن فقد اسم زاهر كيش ناتشن مثلا معرفة ناتشن تاو لي بوكا ولا بحالي بلو مطلبة او حرف جرك لقل مجرورك دبيك داخلي مجرورك دبيك ببن لا يفعل دبيك متسرب يعني ألم حرفانا نبن كتكسورة بقول فارز لن دو فهلو بن دبيك هم زمير مجرورك هم ظاهر مجرورك وعمليان ومحدود نكرابي بشتيكي مشخص لعب حال ببريكم وأمجا أرزي زناب الدكم ودبيك لقل جار مجرورك خلاصة كلام بهر حال مختصبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مختصك بم صورتان كباسمان كل مثلا بإضافة بدلي سيرة بأبيك بسين سيرة بأبيك إذا أبك مجلولة لردا إضافة كلاو بلو تي بلو كافك دو تخصيصي بحاصل بو باشا يا بصفة سيرة برجل حسن باب الجن سيرة برجل حسن حسن بو تصفات بو تيبو الرجل يا اوك ألي لسر بي سيرة بالرجل او تخصيصي بيلا كدو يا اقل بعالمية بتولي سيرة بزيد راحات وصحات جم حال بيبوكا زود شك جاء وقتا أو حرف جر مع مجروره أما بخوي مطلبك حرف جر لقلتي لقل خلاصي كلام لقلتي أفرمي لقل مجرورك واتا ابن مالك معتقدة حرف جر بمجرورك لابن نائب فاعل أبو حيان للارتشافة أفرمي أويك ابن مالك دل حرف جر بخوي ومعمولك ودبن نائب فاعل عليه لم يذهب إليه أحد هيك كسا سقسي وينك الدون بس بوتا سقسا يك جمهور علماء ألان فقد اسم مجرور كلمة نايفا مثلا تقول السيرة بزيدين زيد بحرف زر دلي زيد مجرور لزال محلها مرفوعة نايفا عليش سيرة أما جمهور علماء ابن مالك فرمنا مجموعي بيو زيدك دبن نائب فاعل لما انا لقصي ابن مالك اجابت القصي فراء على السيره بزيد زيد هيك كاره فقد بيك كلمه نائب فاعل سبحان الله كقصيك يتلما انسان شاغد الدين شوك حرف جر محلك حرف جر ما حرف جر هيك حرفك محل الاعراب نيا تام بكينشتك اشتكي سيد السمريه لم حالي براكم زود ساكا ولا الآن جاء إجازة فرمو لقل مجرورك بأن لم يكن متعلقا بمحذوف ودبي متعلقة كي محذوف جاء متعلقة كي محذوف بي ربتي بمتعلقة محذوفة كي دبي خروتي بنايف فعل مشهولك نابت أما لايك ولا علة ودبي بو تعليل جنبي بو تعليل دقتك أو حرفاني كبو السببية الدشين دشين من لحاشيك قطر الندادة لشوينك توضيح مداوة يداشم كلها حضوري في الذهن ما هي بلان با بقولي أراقي لان سقطينا كم كاكجا أو حرفاني كبو تعليل أول دانا مشو دانان تيا لام باب الجن لام حرف جروايا بس لام كبو تعليل بو بدلنا يفعلين أخوة لقل مجرورة كيدا البتا تيم قيشتي أويك دو من باب الجن من حالي بي من جيش لمعنى كان السببية تعليلا أها لقرآن ده هاتو لصوري حجة كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها هركا دان هي بين دري لجهنم منها بو جهنم دستواني
من غم لبر نار حتيك كهيانا لزهنم دا تاخنا يوم دوبالا او منش بو معناها هاتوا او دو س ب بيجيت لمعنى كاني بو سببية تعليلة لقرآن جدا مثالك اويا لصوري نساء دايا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لآخر سوري نساء لنا زمايتا ليا دلب هوي ظلمك واللجولك كان كسري هلدا ظلمك حلالي زورك لسريان حبوان حلال بولا سلمان حلام كدا بس أم بيتونك اللي يردا لهر شوين إذا أو بيك أبو الصببية بو بدرنا يفعلنا خوب وشونك التعليلي تدا تعليلك دفوتي فبظلم من الذين هادوا ولا نظام آية تندي أول شيء أول بيكاكا ليش يجيك لو حرف جرانا كجار بار بمعنى تعليل سببية دي كاكي من فيا في جل يا حديثك مشهور هيا ك دقت كذا لم حديث هذا الدرد كيف كتو عربي النزاني تندك عبر كل الله دعما حديثك مسلم صحيح إمام أحمد دايا دخلت النار امرأة جنك شو جهنم بو في هرة أقبلي في بوزرفيتها دبيت تي معنا كذا تفاتو قصته أقبلي بوزرفي يعني بشيلها تي فعلا جنك شو بجهنم ولا بشيلها كذا أخذ أو أقلش أقلش تبغى ولا كذا ها دخلت النار امرأة نار مفعول بيشكوتها دخلت النار امرأة شو جهنم وجنك في هرة أقبلي زرفة ولا بلي لو زرفة دا كبشيلية شو جهنم وجاكس لدو دقلش تيوا نا يعني بسبب هرة لبر بشيلية ها تعليلي تدا لبر بشيلية حبيستها زردي لك بانو كده ابو كبانو كش بزبوية و ندي أعزادي لكرت نشتي شي دا تا بشيلية كتياتشو پیغمبر فرمی او جنا لبر او جنا تیکر بو چو جهنم او جا او فی لده فی رتین فی سببیتا احیانا لکلام دا اگ فی بو ظرفیت بو بقیه معانی نه بو سببیت بو با سمددی نه فعلی نه خو تیم گشتی کاکا یی چی چکش لوانا کاف ک به معنا سببیت ده کاف لا قران ده هاتو واسکروه کما هداکم ايش هل سوره بقره ده بخوانا زمایتن ده یادی خواب کنوانه نگو کوی هدایتی داون نه لبر اوی هدایتی داون کافیش بو تعلیل ده ابن هشام لا مغنی داد دشی تسبینه که دل وایه که بو تعلیل هاتوا هر تن قصه که وزن قصه اخفاش لا ولو بلان قصه هر کسی به قصه کی جوانه پس ام حرفانه اگر ل معنی اصلی خوان لایدا اینا مل اصلا لگر مجبور کن بو نفعلی دبن کاکی من بغیری لام من به فی بغیری کافیش اما نبودی نفعلی دخون لقال مجدو كان بلا احيانا اجب بيبو سبب يدبو نخوا اجا في بو سبب يدبو نخوا اجا مين بو سبب يدبو نخوا دو اوكاكي من افرمي ولا بنيابه عن الفاعل حري امانه لظرفوا بو شرائطوا لما استروا بو شرائطوا لحرف جر لقال مجدو بو شرائطوا بو جنشيني لبري فاعل حري أي جدير لائق حالة النبي وكو ألبتا أولا دوائدا ديالين ألبتا لدوائدا ديالين قصي كمان هي مثالا كان بينينو چونك وقتا كمان تاوبو هاتسا كما خوين بلان بلين تي بيشم خوش نيكا بخوم أو كم خوين دلو بلان توضيحي دي بلان تي مثالا كان سيرة يوم السبتي اما يوم ظرف باضافه كدني بلو سبب تخصيصي حاصل كدوا سيره بزيد اما زيد علامه بعلاميات كسب تخصيصي كدوا جار ومجرورك بل انا سيره بزيد يوم عفو يوم تولين ابو يوم ظرف بوتنا فاعل بتي تخصيصي حاصل كدوا كعاملك مقيد بوتي وبزيد نك بيوم ضرب ضرب شديد اما مصدره بوتنا فاعل بوتونك مختص دواتر متصرفه وتخصيصك بچي بوك وصفك بو ذكر كلاوك شديدنا ولما سقط في ايديهم
في أيديهم أملي ركاندا في أيدي مجار مجدودة دبيت تشيدي بيت النافعل بوسقيتها ولا عيني حالج دا في كم متصرفة لوان هم تصير اسمي زائر هم اسمي زائر الواية ولا عيني حالج دا مجرورة كب إضافة كديني بروهم كسب تخصيص كده ويا رحمة الله بيا ونقل أبو حيانو أبو حيانة اللي رد بيسين شويني خويتي واختكش تابوه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.